ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال تعالى في محكم تنزيله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أما بعد، خوشويستان وبرزان لباس كردني تيروكي لوط بيغمبر سلامي خويل سربيت تواب من ألم حفته دا ببشتيواني خواي پروردگار أشين سر باسي بيغمبر يكيتري أوش أزانن كي برا كانم أوش أو بيغمبريا سلامي خويل سربيت كاتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام باسي بيغمبراني بكردايا: إذا ذكر شعيبا قال ذلك خطيب الأنبياء لمراجعته قومه. كاتي باسي شعيبي بكردايا سلامي خويل سربيت أي فرمو أو خطيبي بيغمبرانا أو نفصاحتي هبو أو نهولي قومكيبو أو نمراجعي قومكي يكرد قومكم أو مكان خواق دغي كردوليتان قومكم واردو فعل ناشرين بين قومكم بشو بروش خريشان بو في أوتري خطيب الأنبياء شعيب سلامي خويل سربيت. شعيب سلامي خويل سربيت كري لاوي كري يعقوب كري إسحاق كري إبراهيم دايكي كتي لوطا سلامي خويل سربيت، وقيل من الذين آمنوا بإبراهيم كاتي إبراهيم سلامي خويل سربيت لنا وأقرك درتو أقريان بويكرت يكي لوانيك إيمانها والشعيب لقريا هجرتي كربوشام او پیغمبرا نرداوی خوای گورو مهرمان بو بسر قومکی رسول بو للاین خوای پروردگاروا. قال تعالى: كذبت اصحاب الايكه المرسلين. اصحاب ايكه پیغمبران یان گشت خسته درووا و کو باس مان کرد خو یک پیغمبر کان بو رویشت ک شعیب سلامی خوای لسر بیت بلام خوای مزنه فرمید همو پیغمبران یان خسته درووا بو چونکه هر کس یک پیغمبر بخاته درووا همو پیغمبرانی خسته درووا همو پیغمبرانی خسته درووا. كذبت اصحاب الايكه المرسلين. اصحاب الايكه او دار گوربو دار یک بزور گوربو لقپوی زور زور یهبو برو بوم یکی زور زوری هبو به همو کاتک اصحاب ایکا
و او داريان پرست که زور بروبو می هبو که زرعاتیان زور بو که میوهاتیان زور بو که زور لناز و نعمتا بون او داريان پرست شعيب ان خص دروه و همو پیغمبران ان خص دروه اذ قال لهم شعيب الا تتقون شعيب سلام اخوي لسر بي بيان لدي قومكم بو تقوى اخواناكم خو اوهم ناز نعمتي داوتيتان بوشن غير اخوا فرستن اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون كوات شعيب رسولا بويا خوي جورو مهربان افرميت فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي كواتب يا غنبر بوا سلامي خوي لسربيت واصحاب الايكه وثمان ناوي او داريك ايام فرست وزور خريكي تاوان بن تاواني جاجا جرمي ان زور بو يكي لوانا انهم عبدوا غير الله غير خوايا نفرست او داريا نفرست اي مجلق او مكان من همانا دارا فرستن اي مجلق او مكان من همانا بارا فرستن تعيس عبد الدرهم والدينار عبد الخميصة همانا جلوبرغ فرستيت همانا منصب فرستيت همانا قبر فرستيت همانا شخص فرستيت بويا أو قومش عبادتي غير خوايا نكر دهم أنهم كانوا يبخسون المكيال والميزان قوم شعيب شيئا نكر كات يبروش نايا قنميان بكرايا هرشتي كان بكرايا بكيشانا وبيوانا مكيال وميزان واتا بيوانا وكيشانا بكم لخلقيانا برد اگر ده قزناغي ان ببرده ايهو ده مهش قزناغه وكافي بيان فروشت ايه بدوانزا قزناغي ان فروشت ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا للناس يستوفون كافي بيان كرا على خلقي ايان كتاوه وزياده انا خصه باني وبرزي انا كردو واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون اگر بيان فروشت ايه وبيان ده بخلقي يخسرون كم انا كردو كم انا ده بخلقي أما نوعك لدزي وهروها أنهم أفسدوا في الأرض بالاعتداء على الأموال والنفس والعرض والدين أما إيش أنبو غير إخوايا نبرست لك يشانو بيوانيا دزي أنا كل خلقية أما أنا همي هي لأمتي خمانشا وتعدايا نخلق كرد هي لأمتي خمان تعدايا لمالي خلق كرد هي لأمتي خمان تعدايا لنفسي خلقيك ذهيل أمتي خمان تعدايا لديني خلقيك ذهيل أمتي خمان كسيك دولة من أخوة باريدا وفي دولة من يكردا لولا وأشن أي قرنو أي كجنو سري برنو باركي يبن أو أخوائي قولون مهربان غزب خات السرمان بويا أبين رحمتني لأسمان وبيت أخوارو ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو أيد صلاة دار بيد صلاة تشوسانتوا تعدا كردن لدين لعقل لهمشتك لماري خلقش وهروها انهم كانوا يقطعون الطريق ريانا قل لخلقي ريانا قل لخلقي وهروها انهم صدوا عن سبيل الله يحذرون المارة لبان رقا كان دانش تنهركس يردوا يقول ان الريب لا شعيب ها اهو دروزنا اهو بخسي نكي اهو الشيد بوا رجايا انا خلقي اجر خلقي ان روتا كردوا لك يا شانو بيوانا دا دزي انا كرت لبان هموشيوا عبادتي او داري انا كرت عبادتي غير اخويا انا كرت بلان بان جوازي شعيب سلامي خويا لسرب يا بوقا ومكي كاهلي مدينة وثمان اهلي تجارت بن اهلي زراعة بن زور دولة من بن بويا بيان لي اني اراكم بخير اي قومك منتان بينم زور لنعمتو نازو نعمتاتان زور دولة منن بود زيكن لخلقي لكيشانو تيوانا دا بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أويل لا إخوة بودان تي بحلالي
با کمش بی او چاک بو ایو اگر ایمان دارن ایو پیویستی تان با و نیه دزی بکن اینی اراکم بخیر ایو دولمنن بو دزی اکن وکو او ملیکی که دروکا وکو او پادشایی او رئیس دولتی که دروکا بو دروکی که زوری لیت کردوه لکی ترسی وکو او اختیاری که زناکا تو گنج نید شهوتت نماوه وكو او فقيريك تكبرك كسي دوله من بي اي تكبرك بمعلو سيار ومنصبك ايوه تو هيچت نيه بچي او تكبرك بوي امسي كس عذاب قرس يعني الى قيامت بقيه الله خير لكم او الى لا اخوا وبتان دي بحلال باك مش بقناعتنا بقومك او تاكتر ابو ايوه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث في سباق وكو يكنيا با في سكتش بدل بيو زور بيت وكو الربا ربا با فارك الزياد بك بلام آخرك يهربو كمية يمحق الله الربا ويربي الصدقات بمشي ونصيحتي قومك يكرت بلام اوان بمقابلي امناز نعمتا هرسان بكفر كردن ببيغمبركو غير اخوة برسنو معصية كردن كشعيب سلامي اخوة لسر ببانقوازيان يكرت وأول أمر بدأ به شعيب مع قومه يكم شد نصيحة قومك شعيب يا غنبر لقومك أوبو أي فرمو أي قومكم خدا ببرسن أو ذات تاكو تنهاية ببرسن كخلق تاني كردوا كأتان جيني كأتان مريني أو ذات ببرسن بتاكو تنها غير إخوة ما برسن وتمان أما منهجي في غنبران بوا أما دعوي في غنبران بوا بلام بداخوا كوس كوالا تلفزيون كان كوالا جريدة كان كوالا مزقوتا كان باس عبادتي خواه كريبا تاكو تنها بيلي ما مستا دروس هاوار بكيت غيري خواه لكور مختي اوان يجاري خلق لخوة كركا هاوارك هاتا غيري خواه سجدب وقبر با دارو برد پرسري او چي وشتان باسي كان ايو او توكلانا او توكلا ديني پیغمبران توكلا كهمو پیغمبران بو اوهاتون قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا أحسرنس بدن لسورة هود فرمي وإلى مدين أخاهم شعيبا أخاهم شعيبا بلام لسورة شعراء فرميت كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم نافرمي أخاهم بول بروي أصحاب أيكة كبت فرزب نابي شعيب رايان بيت بلام أصحاب مدين كناوي ديكيو ناوي شاركيا كأليت وإلى مدين أخاهم شعيبا برايان لنسب شعيب سلامي خواهي لسربيا وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره خدا ببرسن بتاكو تنها هيد ذاتي ترنيا ببرسن يتبحط شكو غير إخواء أبرستريا بلام ناحقة أوي دعواي شفاء لغير إخواءك أو ناحقة أوك ودعواي بركتك لغير إخواء أو ناحقة إلهك باطلة وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم شتي برهاني الرون أشكراتان بهاتوا أي قومكم كأزان من بيغمبر إخوة وأزن دار برسترين بيرن بمشي ويدعوي قومك يكت دوهم با اسلوب یکی وها که نزگان بکاته و لخوی بو اوی بولای خوار رایان کرشید با اوشه یا قومی یا قومی زور با بزهی و زور با رحمه و یا قومی عبد الله یا قومی اوفو المکیال و المیزان یا قومی ارأیتم ان کنتو على بینت من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا با مقابلی او اوان شیعود یا شعیب هر بنابی خوی و بانیان کرد ايانود يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول بخوا او انا اري زرلت يناقي نازم
اوي كتو الي زوري ليتي ناقين وايانوت يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك درتك ان شارك من خوتو اوانشي كوا ايماني ان تتاوردوا وبانغوازي قومك يكر ببي مقابل اگر كز بانغواز خواز بيت لو اني حظي نفسي تابت لو اني توزي بو منصبك هبيت لو اني بو او بي خلق توزي باسي بك لو اني بو او بو بيبلن اما باري ورقل لشون يكوا يا راتبك بوتي لشون يكوا لو اني داعي كان اماني انت بيت بلان بيغمبران اواني انت نبوة فاتقوا الله واطيعون ولا اسالكم من اجر وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اي قومك ما اجروا باداشتم لا ايوا ناوي دس خوشي وشاكم لا ايوا ناوي اجروا باداشتي من لا يخواي فروردقاره ابو شويه نصيحتي قومك يكر ودائما نعمتكاني خواي اخص وبيريان اي قومك او نعم او ناز نعمتيك خدا دايا بيتان واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم يا وكم بوتان شان كسانيك بوتان او تا خواي پروردگار بركتي خصت ناو تانو يا ساك زور بوتان واني اراكم بخير اتان بينم زور لسر چاكه او جياني كي خوشن او انا همي نعمتي خوايا وامري بي انا كربا چاكه بيان يودي قومكم اغاتا لمالي خلقي بمالي خلقي مخون بنا حق ولا تبخسوا الناس اشياءهم مالي خلقي بكم دامنا مالي خود بقورة زور دابني مالي خلقي مخون بنا حق واي قومكم امنوا اسايش باها بي لنا ومانا كز داما تلكينن كس مترسينن با كشتنو برين نبي فسادي مننا ولا سر زويدا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ولا تعثوا في الارض مفسدين اي قومكم فسادي مننا ولا سر زويدا لدواي اوي كخواي پروردگار امهم نعمتي بيتان داوا وهروها اقداري ان يكردوا كرقاي اخوا نقرن برقرين ابن الرقاي اخوا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا يور يا قال خلق قرن نايل خلق بيت السر يا قاي اخوا ابمشي ويا نصيحتي ان يكردو لا اخرج دا تهديد ان يكردو اياني ترسان بعذاب اخواي پروردگار ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح اي قومكم باوهاتان لينيا كدجمنايتي تان برانبر بمنو برانبر ام بانغوازك بولاي خوا بانكانكم باواتان لينكا لخوتان امين بن كوا عذابي خوا بيت سرتانو تشي او مصيبه بن كهاد بسر قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وكسون غزب اخوا هاد بسر قوم نوح ده هاد بسر قوم هود ده هاد بسر قوم صالح ده خو قوم لوطش لايوا ودور نين تازا وان خوي غورو مهربان لنا يعني برد شل الزمانه شل محل ومكانه شل صفاته صفاته ان وكو قوم لوط وهروها شاركي ان يزق بوش كام لم دي فلسطين بو كهركا حدود اردن كقوم لوط لا يبو مدين وهروها صفتي انش لزمان شو لشونكي انشا وزور دور جنبو للوط وسلام خويل سربيت بويتي انا فرميت وما قوم لوط منكم ببعيد قوم لوط لا يو دور نيه خوي غورو مهربان شي بسريان هاو جعلها عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك قومك بينيتا قومك توببكا بلا إخوة داوي لي بردن بكن بلا إخوة واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود داوي لي بردن بكن لو تاوانا نيكا كردوتانا استغفار بكن لباشان دا توببكا لو عنيك دي برو بيشيتان شوك أخواي پروردگار يا كم رحيمة هر کس یتاوان باد یو توبه بک خوای گورو مهربان توبه لی قبول کات ودود خوای گورو مهربان او عبد خوش گره ک توبه کا بمشی ویا زور نصیحت ان یکرت زور لنا یان بو و شاهدی پیغمبر علی صلوات و سلام ک افرمیت خطیب پیغمبران شعیب بو ابیت سون نصیحت ان کرد بیت
آی لو قوم دل رقا آی لو قوم کل رقا ک خوشویستی خوابی بانگوازیان بکا بلام استفاده نیا انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء دليك خدا ختمي ليدا دليك خدا قفلي ليدا والله في غنبر زنو بي صلى الله عليه وسلم بيت لا نصيحتي بك استفادينيا شكا الختم داوى لدلي وهروها بردي لبان جوشي داوى وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذن ابدا اجر خود بان جوازيان بكي اي في غنبر عليه الصلاه والسلام استفادينيا بويا كسيك بيني او همو آية جواني بودياني تو حديث في غنبري بودياني تو صلى الله عليه وسلم نا عليك كم من هربا وابير موها ورديتي اخا من مذهب كم والي اخا من ما مصا كم والي او ختم دلا ولدلي بو يباش بزانن لدعي ام همو نصيحتا شعيب سلامي خواهي لسربي بو قومكي بلام اوان رد شعيب ان داوا بشيويكي زور ناشرين بلام شعيبش رد ان داتو هر بشيويكي جوانو بو ان رونكاتوا أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جوابي قوم كيان، جوابي قوم شعيب وشعيب سلامي خويلة سربيت، أيانوت يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد أي شعيب وابزاني نيوجكتك شعيب لو كسر دمو نيوج هربوا أي شعيب وابزاني نيوجكت وامان ليك نيوجكت أمر ما انتيك بوي وازبين كويل لباو بابيران من فرسويتي لو دارو بردانا وابزانم نيوجكت وامان ليك امر مان فيك اي شعيب كوا لناو مالكي خمانا للاو ساماني خمانا بكيفي خمان تصرفات بكين كتو اريب كيشانو بيوانا بريكو بيكي بيت براسي انك لانت الحليم الرشيد براسي تونا حليمي ونا الرشيدي بعكس اووا يعني باو بابيراني ايما اوان او كيو شاكاني ايما باو بابيران مان شناي شن صالة قبريان پرستو و داريان پرستو و برديان پرستو و هچي اكيان پرستو لغير خوا اوان شريف بون اوان حليم بون انك لانت الحليم الرشيد يعني انك لست بحليم ولا بالرشيد تو نحليمي ون الرشيدي تو شيتي تو صافهي تو تافهي اوايان بشعيب و سلامي خايل سربيت شوكا غالطيان بي اكل ووتيان انما انت من المسحرين براسي تو جادو ديكرا وكاكا اي شان صالة اما باو بابيران من او دارا پرسن تو هرتي علي خواب پرسا وكتون قومي قريش اوان ببيغمبر عليه الصلاة والسلام ايا اود اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب باش اوهمو بتانا علي محمد عليه الصلاة والسلام ما يبرسن همو تاني اخواب پرسن اما جي سر سرمي نرى اما شتيكي تيايا يا ساكش اواني كدليان صغرت بي بتوحيد بعبادتي خواي مزن بتاكو تنها اوانش دليان صغرت بي اما انا شي هرى لين خواب برس خواب برس واز دخل كي بين كاك سيد يهود شي لي مان كردا كفر شي لي مان كردا هتا توحيد ما انت يا نبيت بحياتي سركوتو نابي بحياتي سركوتو نابين أي أعود إنما أنت من المسحرين تو شيتي تو جادود ليكلاو وما أنت إلا بشر مثلنا تو بشريك وكو إيما وإن ظنك لمن الكاذبين بخواواكم أنا بين أي شعيب تو بياويكي زور دروزني وأي أعود لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون كنا نكن دواي شعيب بكون هركس دواي شعيب بكوي أو خسارة من دبير بلام خواي تعالى دفاعي لكافر ميت الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين براسي أوانيك شعيب أن خسدروا أوان خسارة من بن لدنيا ولا قيامته ألا ذلك هو الخسران المبين قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز
ايامت اي شعيب بخوا اويك اي لي ما زوري لي تي ناغي طبعا تي ناغن طبعا قفلك لا باندري انا اجايا نشوني ترى اجايا لبي غمبركانيه اويك تو اي لي زور اي ما زوري لي تي ناغين واما بنين تو ضعيفي وقيل الشعيب شاوي شوربو تو ضعيف بيد صلاتي وما انت علينا بعزيز تو هيش دنيا لنا ويميا تو هيش ده صلاتي كتنية أو شيود يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط أي قومي برقري إيه ولا من لبر عشيرتكما يعني عشيرتكم عزيز لا 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 تان لخواي قورو مهربان خواي قورو مهربان خصتا بشجو أمري خواجي بجيناكا إن ربي بما تعملون محيط هتشكر دوايك كان خواي پروردگار آقاي لها مويتي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أي شعيب وسكت بي باشا وسكت نابي أو درتك إن شاركي خمان أو كسانجك إيمانا بيتاوردوا يا أو تأقريت وسر ملتي خمان أقريت وسر بتبرسيكا قال أولو كنا كارهين آية بزورة إما حزمان لو كردواني إيوانية إما حزمان لو أنية كلا شاري خمان در بكرير قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منا إما درومان كردوا بخواوا أقر بقرين وسر أو بتبرسيو لدواي أوي كخواي قورو مهربان رزقار ماني كرد لو شرا رزقار ماني كرد لو إيكا غيري خواه بپرسين إما إساكا عبادتي خواي قورو مهربان بتاكو تنها أكين براسي دروي كي زور قورو مان كردوا بديني خواوا داوت يعني يشتان هر نوستان هر مناقشة كردن وقصة كردن بشعيب لآخرة وتيان فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ديكواتو ولي قومي لوت واي بسرهاتو قومي نوح واي بسرهاتو داكواكو ملا برد يبالا آسمان وبيت أخوارو أغتو الرازقوي قالطيان فيك وكو قريش وكل معركي بدر أيانوت قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يا ربي خوايا أقر أما حقا باران مان ببارينا بسر مانا يا عذابك قرس مان ببيني أو أيانوت وأما نش قالطيان بشعيب أكر شعيب أقر تور راسك كوالا آسمان وباغ غزبك مان ببين أو شي فرمو على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين خوايا جان تشتو بنامان بتويا خوايا جان خوت حكم بكي لبيني اي موقع ومكمان خوت شاكتريني اوانيك حكمكي لبيني خلشدا ويا قوم اعملوا على مكانتكم اي قومكم كردوا بكن بخوتان شون خوتان اني عامل منش كردوا خومكم سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب فارتقبوا ايوا تشاوروان بن كبزان من شوم سركوم اني معكم رقيب من شاوروان يا ايوا تشاوروان بن كتون خوي غورو مهربان ذليل تانك عذاب سرتان داغري اني معكم رقيب من شاوروان لبروي خوي غورو مهربان سرم بخا استفادين ابو لقى القوم كيا شان كساني ايمانيا بشعيب هاورد زور نصيحتي قومك يكرت استفادي نبو فأصبحوا صما لا يسمعون وبكما لا ينطقون وعما لا يرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون بلام زبانا انهبوا بلام نيانتواني حق بلين وهروها جويا انهبوا نيانتواني جو بقر لحق وهروها تشايا انهبوا بلام حقيا نائبيني بويا همو في غنبريك دعايك هبوا قبول بوا خواهي قولو مهربان دعاي في غنبرك قبول كد غزبي بو او قومنات بسيشي وغزبي بو او قومنات غزبي يكم الرجفة زوي لجير بايان همي كوتا لرزين غزبي دوم الصيحة دنجيكي زور بقوت دايلو قوما غزبي سيهم آقري بسريانا بارا اگر خواهي قولو مهربان آقر بسر تابباريني بو چور رأكي اگر خدا غزب لقومي بقريت بو چور راکیتو بولای چی اگر ریتوا بو ای قومکم
چنه بگرین و بلای خوای گورو مهربان واز لتاوان و معصیت بینین قانجازی خو مانی تیایا لدنیا و لقیامت قال تعالی فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة يكلرزين يزويداي ليان فأصبحوا في دارهم جاثمين وقال تعالى وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وقال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم حوت شو حوت روج يقر مع الروي لو قوم كرت إداري أنما نلا سيبر نبع أو كردن ببان خويانا نبع أو خواردن أشونا جيرزيو بوي فين كاي يكبيت خراو ترقر مبو حوت شو حوت روج هميان شيتو هاربون لقرما أم جاكا خواي قورو مهربان هوريكي بويان هاورد هورك بايكي فينكي تيابو أروشتن بو دولكان همو قومك الرويان كرده دولكا كوتان هوريكات وزور فينكا همو يان خراو بو نجير هوركا دا خبر انا نارد بو يكتري بمنالو بجنو بتياو باختيارو و همو يانات نجير سيبركا فأخذهم يوم الظلة براسي روجي سيبركا إنه كان عذاب يوم عظيم براسي عذاب يبو لو روج زور قوربو بويا لو كاتدا همو يان خربو نجير سيبركا دا خواهي قورو مهربان زويري جلانا ولا جير بايان دنجك هات لباشان ده هورك آغري بسران بارين كأن لم يغنوا فيها وك اووا بين او قو شار قد كسي تيان نبو بيت وك اووا بيت او قوم قد كسي تيان نجيا بيت كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين براسي دورانيان تل دنيا و تل قيامت هر كسي بقسي پیغمبرکینه که آوای بسرادیت بلام شعیبو سلامی خواهی لسر بیت اوی که ایمانیان هاوردبو ولما جاء امرنا کات امری ایمهات غزبی ایمهات غزبی خواهش بیت بکس ناگر ریتوا و اذا اراد الله بی قوم سوءا فلا مرد له خواه غزب لقومی بگری کس نیر رگایی غزبی خواه بگریت غزبی خواه کس ناتوانی بگر رینیتوا ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين لسر شوك روح لبريان نما وك أووان بارش دار يكنو كأن لم يغنوا فيها بويا شعيب لدعي أو فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم أي قومك رسالتي خوان بيتان قيام زور نصيحتانم كرت فكيف آسى على قوم كافرين شون خفت بخوم لقومك كبيب الروان بخواي قورو مهربان كشريك بخوا قرار دن شون دل سغلت بم بقومك بلكو دل خوش بم أم قومة شناي چن صالة لنايانم زور بجواني تيانا جينم وأي شقاء وعقوبة وخزي وفضيحة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم آي جينا شحالتك ك بنصيحة ترين كز كشعيبا برحم ترين كز كشعيبا درصوص ترين كز بأو قوم كشعيبا لدايك بأوشي خويا انزور برحم تر كشعيبا سلامي خويا لسربيت يساك أو ناصح أمينة بشتيان ليك عليك وان خفت بخوم لقومك كبير بروان برامر خويا فروردقار محروم بيت او كسيك والا رحمتي خواي قورو مهربان كرحمته وسعت كل شيء كرحمتي خواها مشتي قردتوا اي او كسات شن خسارت من دا كرحمتي خواها ناي قردتوا او جنتيك بانيكي بقي ارزو آسمانا او دوراونية كسي نشيت او جنتوا كهر بانيكي بقي ارزو آسمانا بويا خواي پروردگار فرميت ولقد أرسلنا أي محمد عليه الصلاة والسلام ولقد أرسلنا من قبلك رسلا لبيشي تو بيغمبر منزو ناردوا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات برونو أشكرا نصيحة قومك يا نكر فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين انتقاما لو أنا كرد وكجرم يعني كرد مجرم بون بلام أواني إيمان يعني هاورد سريان من خست سریان من خستو رزگاریان من کرد بلی براکانم
أما قصي شعيب كبياني يود أي قوم كان فسادي مننوا. أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة شعيب مع قومه أو درز عبرتانا أو فوائدانا كالقصي شعيب قومك هي أقر خواهي تعالى تمن بدا إن شاء الله لحفتي داهاتو أو درزو فوائد عبرتانا باسكينو دواكين أخواي قورو مهربان لقناها كان من خوش بيت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي خويا دعوات يكن بنا وجوانا كانت بصفات برزكانت خويا يا رحمتي خود مالي نقري توان يا ربي خدايا باراني رحمة مال مباريني خواهي بالرحم رحمان ليبك يا رب العالمين خواهي قورو مهربان شفاعت من يريبون خوشا كان خواهي جان باري عصوك بك يا ربي خدايا بكر دوي خواه ما نقل ما نلي خواهي الرحمة زورك يا خوتي يا رب العالمين خدايا آخر خير من بك خدايا الرحم لو برا خوش كان من بك كبا إيمان ورشد خواهي جان وكو قومان ما لينك كغزبت ليان قلت قوموا إلى صلاتكم يرحمكم يا ربي خدايا باراني رحمة بل مباريني خواهي بالرحم رحمان ليبك يا رب العالمين خواهي قورو مهربان شفاعت من يريبون خوشا كان خواهي جان باري عصوك بك يا ربي خدايا بكر دوي خوه ما نقل ما نلي خواهي الرحمة زورك يا خوتي يا رب العالمين خدايا آخر خير من بك خدايا الرحم لو برا خوش كان من بك كبا إيمان ورشد خواهي جان وكو قومان ما لينك كغزبت ليان قلت قوموا إلى صلاتكم يرحمكم